كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فهنا وقع إشكال لبعض أهل العلم أو بعض الناس، يعني أوقع إشكالا، قال ألف أو ثلاثة أو خمسة. والمعروف والمشهور أنه لم تنزل الملائكة وتقاتل مع المسلمين إلا في بدر فقط. طيب إذا الثلاثة آلاف والخمسة آلاف هذه ماذا؟ مع أن في سورة آل عمران في أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل. في أحد تتكلم. فالثلاثة آلاف وخمسة آلاف هذه في أحد وليست في بدر. وبعضهم قال كلها في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهنا المشهور عند أهل العلم أن الألف في بدر، واحتمال أن تكون الثلاثة آلاف والخمسة آلاف أيضا في بدر، لأنه قال عن فاستجاب لكم رب أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين أو مردفين، فإذا أكثر من ألف. فهو ذكر الألف لكن لا يعني هذا أنهم أقل، لا يزيدون عن الألف، لا ممكن يزيدون عنه لأنه قال مردفين، مردفين بغيرهم. فقالوا الألف والثلاثة والخمسة كلها في بدر. وقال آخرون من أهل العلم الذي عليه الأكثر: لا، ألف في بدر. طيب والثلاثة والخمسة؟ قالوا في أحد. طيب المشهور أنها لم تنزل هناك في أحد، قال لأنه علق بشرط: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من المسومين. لكن هنا هم لم يصبروا ولم يتقوا التقوى التي يريدها الله، بل ترك الرماة مكانهم في أحد، تركوا مكانهم، ولذلك لم يرسل الله إليهم الملائكة لأنهم لم يصبروا ويتقوا كما اشترط الله عليهم. إذن التي في أحد لم تقع لأنها علقت بشرط، بينما التي في بدر وقعت. إذا الثلاثة آلاف والخمسة آلاف لم تقع لأن الشرط لم يتحقق، والألف وقع لأنه كان في بدر وقد تحقق.